عند ضيفنا هذا الصباح، وموضوعنا اللي هو أزمة المزارعين الفلاحيين الإسبان مع المصدرين المغاربة. علاش الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كتقرر رفع دعوة قضائية بالمزارعين الإسبان اللي كيقطعوا الطريق وكيهاجموا الشاحنات ديال الخضر والفواكه المغربية. ضيفنا السي رشيد بن علي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. سي رشيد بن علي صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدا FM. صباح الخير وشكرا على الدعوة. مرحبا سي رشيد بن علي، شنو تفاصيل الدعوة القضائية اللي كترفعها الكونفدرالية ديالكم ضد المزارعين الإسبان اللي كيعتديوا على الشاحنات المغربية؟ احنا بعد ما وقع ضرر كبير في السلع ديالنا اللي مرت في فرنسا، ولكن لك ساعة كان خفيف شوية، ما كانش بحال الضرر اللي وقع في اسبانيا. اسبانيا وقع الضرر كثير وتعرضوا الشاحنات ديالنا والسلعة اللي كتجي من المغرب كلها، وخاصة ملي كيشوفوا الشاحنات عندها ترقيم مغربي، واخا كاين بعض الشاحنات اللي فيها ترقيم اسباني ولا فرنساوي كيدوزوا، ملي كيكون ترقيم مغربي كيتعرضوا لهم يلوحوا السلعة كلها كتلاح. راه دازوا واحد الفيديوهات راه كيشوف كيلو واحد الحالة، داكشي كيسكتوا. حنا ما كناش نصبروا على هادشي وقمنا بدعوة ضد مخربين. ما بغيناش نقولوا لا فلاح ولا ماشي فلاح، حنا ما عارفينهمش ما بالضبط، وما كيقولوا فلاح ولكن الفلاح ما كناش باش يخربوا داك التخريب اللي يقدر يكون، لان دابا كاين بزاف ديال الحوايج اخرين تقدر تكون حاجه اخرى اللي جعلتهم يديروا هاد المرض. شي وقع في الجهه ديال في الشمال اللي وقع فيها الضرر كبير، وقمنا بدعوى قضائيه اللي تحطت في نهار الجمعه في توضعات المحاكم. الدعوى القضائيه في اسبانيا شنو المعطيات اللي كاينه عندكم اليوم من قبل السلطات المعنيه والمختصه في اسبانيا، لا على مستوى تبادل تجاري ولا السلطات الامنيه في المنطقه؟ شنو كيقول الجانب الاسباني في هذا الواقع؟ مازال ما عندنا حتى شي جواب في الساعه، والو مازال ما كاين حتى شي جواب. لا في الساعه ما كاين حتى شي جواب، ما كاين والو. حنا كنتسناو نشوفوا الموقف ديال اسبانيا، ونشوفوا ولو العداله غتقول الكلمه ديالها. احنا ماشي احنا غادي اللي كيهمنا ماشي هو صلاح الضرر ولا هادشي اللي مشى غادي يكون ضيعه كبيره، تكون ماشي ما تكونش كبيره بزاف اللي يمكن نقول، ولكن اللي عندنا اللي خطير جدا هو السمعه ديالنا. هي القيمه ديال السمعه ديالنا، لانه كيقولوا بانه كان احنا كنستعملوا شي مبيدات اللي ما كايناش، كيقولوا بان احنا كنستعملوا واحد الكثره ديال المبيدات اكثر من القانون. هادشي كله ما ديانش للسمعه ديالنا لا في المغرب ولا في الخارج، لان حتى المستهلكين المغاربه ما يعرفونا بان كنستهلكوا هادشي. هادشي ما كاينش منه، عرفوا هادشي ما كاينش منه، وهادشي بغينا حنا هادشي يدوز على يد على طريق العداله باش يبين بان هادشي ما كاينش منه، بان الناس كيتعدوا علينا في هكذاك، لانها عندهم مصالح اخرى ولا عندهم، لان تعرف هاد السنه راه خاصه، لان فيها سنه ديال الانتخابات اللي غادي تكون في اوروبا. دان كاين بزاف اللي غادي يركبوا على هاد المجاهد يبغاو غنرجع سي رشيد بن علي المساله ديال الجوده ربما والاسئله اللي ممكن تطرح على المنتوج المغربي، وشنو الدوافع حقيقيه وراء هاد الاعتداء على الشاحنات المغربيه. خليني نسال معاك قبل ونطمئنوا على السلامه الجسديه والصحيه ديال السائقين والمهنيين المغاربه اللي تم الاعتداء عليهم واعتراض الشاحنات ديالهم. واش مازال حد الان ما تسجلتش حالات اعتداء جسديه على الافراد؟ الاعتداء الجسدي ما كاينش نهائي، لا نهائي. لا هو كيمشيو غير كيمشي الممتلكات، كيمشيو للبضائع، كيخوي البضائع على 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 قرع الطريق، وكيخوي البضائع ديالنا ديال المزارعين ديالنا كيخوي هذوك تما وصافي. هادشي اللي عندهم ما غنسولكش على مدى قانونيه هادشي، لانه طبعا غير قانوني، وكنسالك على مدى تاثيره على التبادل التجاري بشكل عام بين المغرب والاتحاد الاوروبي واسبانيا تحديدا، خصوصا في المجال الفلاحي والزراعي. غادي يكون تاثير كبير، لان المغالطه الكبيره اللي كتوقع الناس ان كيقولوا بان المواد ديالنا ما كتحترمش المعايير اللي معمول بها، معايير الجوده والسلامه الصحيه. هذا هو التاثير اللي خايفين احنا منه بزاف.
هذا هو اللي بغينا احنا باش بغينا. هذا هو الغرض ديالنا اكثر شيء باش نمشيو باش يبينوا بان هادشي ما كاينش منه يخرجوا الخبراء. المفترض ان هاد البضائع لما كتخرج كتخرج وفق تصاريح معينه وشواهد واختبارات. عندنا جميع المنتوجات اللي كتخرج كتمشي كتكونترولا عند لونسا في المغرب عند لبدا، وملي كتخرج لبرا كعندها الكونترول مع الجميع واش كيظنوا بان اوروبا غتخلي السلع تدخل وهي فيها شي حاجه ما كايناش. كل السلع ديالنا اكثر شيء من الدول جايه من الدول اللي كيحسبوهم مع دول العالم الثالث، غير السلعه ديالنا اللي كتدخل لاوروبا كلها كتقلب وكلها كتمشي للمختبرات وما كاين حتى حاجه اكثر من هذا الشيء. زياده على هذا الشيء ان بعض الجرائد ديالهم، وهذا هو اللي كان بعض الجرائد اللي كيوليو هما سميتو لي رسورتو الجرائد اللي عطوا هادشي الصحافه ديالهم اللي كتقول بان حنا كنستعملوا بعض المواد اللي داك المواد محيده من المغرب هذه ما يفوق اربع سنوات باش تمنعت من المغرب. كيف تمنعت اوروبا تمنعت من المغرب، وهما كيقول لك بان هاد المواد مازال كتستعمل في المغرب. هادشي ما كاينش منه نهائيا. مازال نقولوا بانها كانت عندنا مواد نقولوا بقى فيها ريزيديو ولا وقعت شي حاجه كذا، كنا نبقوها مي هذه المواد ما غير موجوده في المغرب عندنا كاع. طيب سي رشيد بن علي، واش ماشي من مسؤوليه الاسبان حمايه الشاحنات المغربيه كيف ما قلنا انه قبل كانت من مسؤوليه السلطات الفرنسيه حمايه الشاحنات المغربيه بما انها في ارض السياده ديالها فوق التراب ديالها، اليوم شنو المسؤوليه اللي كيتحملوها المؤسسات والاداره الاسبانيه بشكل عام وخصوصا المؤسسه الامنيه؟ كاين هذا لان من ناحيه ديال العلاقات الدوليه اللي كاينه في اللي كتجمع، لان المغرب كلهم موقعين داك العلاقه ديال اولا ديال التبادل الحر ولا التجاره، جميع القوانين ديال التجاره العالميه كتقول لك الدوله اللي كتدوز فيها واكثر هي دي ما غاديش عن اسبانيا، هذه دايزه الطريق ديالها خص الدوله المسؤوله على الحمايه ديالها. حنا ما بغيناش ندخلوا في هذا علاش شكون على الحمايه وداك الشيء، هذا الشيء اللي بغينا نعطيو للقضاء والقضاء. حنا الدعوه اللي محطوطه كونتر كيف كيقولوا كونتر اكس، ما دايرينش بالضبط. خلينا عندكم تقديرات اليوم على حجم الخسائر بسبب هذه الاعتداءات على الحافلات او الشاحنات المغربيه؟ لا ما عندناش تقديرات، وانا مازال كنأكد التقديرات. حنا الخسائر المعنويه اكثر بزاف من الخسائر الماديه. الخسائر المعنويه باينه، ان بعض الناس بداو كيقولوا بانها كيشكوا في السلع المغربيه وكيقول لك ما نقدروش نجيبوا السلع المغربيه، خايفين باش ماشي على لا كاريتك، خايفين باش الناس يمشيو بحال اللي وقعت واحد. كاين اللي كيتكلموا ايضا من دوافعهم لان لو كانوا مزارعين فعلا ولا فلاحين هما اللي كيهاجموا هاد الشاحنات، دوافعهم الحقيقيه على ما يقولوا ماشي هي الجوده، لان ما سوقهمش هما في الجوده في نهايه المطاف، ولكن كيعتبروا انهم منافسه غير متكافئه ولا غير عادله من قبل الفلاحين والمزارعين المغاربه، لانه كيبيعوا باسعار غير تنافسيه بالنسبه لهم، لان عندنا حنا كلفه الانتاج اقل وعندنا بلد فلاحي وقوه تنافسيه اكبر، وبالتالي هادشي كيأثر عليهم هما كمزارعين ما كيقدوش يبيعوا في السوق الاوروبيه. شنو تعليقك؟ هذا هو الحقيقه، هو هذا هذا هو الا كانوا مزارعين كيف كنقولوا، لا كانوا مزارعين بصح راه هذا هو بالضبط، لان هذه قد قالت وقد شحال من مره وعطاو بان عندنا حنا اليد العامله ناقصه بزاف. حنا كنقول لهم الا وصلنا المستوى ديال خصنا الاثمنه، راه ماشي اللي عندنا اليد العامله، عندنا الانتاجيه ديالنا طالعه، عندنا المردوديه ديالنا طالعه، عندنا السفر ديالنا طالعه، اما اش كيمثل اليد العامله؟ اذا جبنا بان جميع المداخلات الاخرى كلها جايه من الخارج. واش البودور جايينها كيف كنشريو؟ هما كيشريو، حتى حنا كل كيشريو من برا، ما كيشريوش ما كاينش في المغرب. داك الاسمده الازوتيه كتجي من برا، المبيدات كتجي من برا، كل شيء نفس كيشريو هما كيشريو. هما كيعتبروا انه هذه الكلفه ديال الانتاج عندنا بسبب استعمال هذيك المواد المحظوره.
هذا الشيء اللي كيقولوه هذاك هو اللي بغينا حنا نثبتوا بان داك الشيء ما كاينش منه. واضح. اشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات سي رشيد بن علي رئيس الكونفدراليه المغربيه للفلاحه والتنميه القرويه. كنذكر ان الكونفدراليه المغربيه للفلاحه والتنميه القرويه قررت انها ترفع دعوى قضائيه ضد المزارعين الاسباد والمخربين اللي كيقطعوا الطريق وكيهاجموا شاحنات الخضار والفواكه المغربيه. المغرب خلال سنه 2023 صدر تقريبا 2 مليار ديال الدولار، تقريبا 20 مليار درهم ديال الخضار والفواكه نحو الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء اللي كيعتبروا المزارعين أو كيعتبروه المزارعين الإسبان والأوروبيين بشكل عام في منافسة غير عادلة غير متكافئة، لأنه المصدرين المغاربة عندهم قوة تنافسية مالية أكثر منهم.